في المناسبات إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات يعد من أخطر المشاهد اللي تتكرر في كل مناسبة عندنا. البعض يعتبرها تعبير عن الفرح والاحتفال، لكن هي في حقيقة الأمر تعرض حياة الحاضرين للمناسبة والمارة أيضاً في الطريق للخطر. وقد ظهرت في هذه العادة الكثير من البيانات الرسمية اللي تحذر المتجاوزين وتمنع حمل السلاح تفادياً لأي مكروه لا قدر الله، لكن البعض يتهاون في تطبيق هذه الأنظمة. وينضم لهنا في الاستوديو المحامي بخيتال الغباش، ومعي ايضا الاستاذ في علم الاجتماع الدكتور عبد الله الهويش. حياك الله عبد الله الهويش. حياك الله اخوي عبد الله. الله يحييك، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. انا ببدا من عند علم الاجتماع. حياك الله. وش معناته ان الواحد يطلق النار بشكل عشوائي في مكان في زحمه؟ ما نقدر نقول مضطرب نفسيا هذا ولا عنده مشكله، بس ليش هو وصل لهذا الحد؟ في الحقيقة من يقوم بمثل هذا العمل هو تصرف لا مسؤول بداية، وهو نراه الآن بدأ يعني يظهر في الأماكن وخاصة في القرى والأرياف بكثرة بعد أن تطورت القاعات الاحتفالات، وإذا بدأت تخف مثل هذه الظاهرة. ولكن هذا التصرف اللا مسؤول لا يقع إلا من بعض القصر أو المراهقين الذين لا يعتبرون مسؤولية ولا يأخذون بالعواقب التي سوف تسير من خلف ذلك. هي وقت أو لحظة وقتية قد ينتشي فيها في هذه اللحظة ثم تنتهي. وإذا انتشى جاب العيد، وإذا جاب العيد رحنا للمحامي ونجي نقول الولد أطلق نار، وش العقوبة اللي ممكن تجي عليه، وندور واسطات وكذا. صحيح هذا اللي يصير. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البداية دعني أعرج على مسألة مهمة جدا، وهي كما نعلم القاعدة التي تقول بأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فعندما يأتي النص من واضع النص وهو ولي الأمر في هذه الحالة بتقنين استخدام الأسلحة النارية، فهذا التقنين جاء لغاية مهمة، وهي حفظ الأرواح والحفاظ على الأمن وتقنين استخدام هذه الأمور بما يعود على النفع بالنفع على من يستخدمها. وفي هذا السياق جاء نظام خصصه المنظم السعودي وأطلق عليه اسم نظام الأسلحة والذخائر، حدد الآلية التي يمكن من خلالها استخدام واقتناء هذه الأسلحة. فعلى سبيل المثال في المادة 40 من هذا النظام نصت هذه المادة على أن من يستخدم سلاحا دون أن يحصل على ترخيص، أو من يقتني دون أن يحصل على ترخيص، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهرا وبغرامة لا تتجاوز 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا فيما يتعلق بمسألة حمل أو اقتناء السلاح دون الترخيص. هذا بس الحمل؟ نعم صحيح. أنا بروح لإطلاق النار، بس برجع أول شيء للدكتور بسألك دكتور، أنه إذا 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 عندي طفل والطفل صاير يشوفني دائما اخذ السلاح في مناسباتنا في العيد، اخذ السلاح واطلق اي وقت، هذا الموضوع وش ارتباطه لما يكبر الطفل؟ يعتبر اذا راى الطفل او اعتاد على الطفل مثل رؤيه مثل هذه المظاهر اعتقد انه سوف يعتاد على مثل هذه المظاهر، حتى انه مثل حمل السلاح قد يكون عنده ما فيه يعني رادع. يعني الان لما نجد الان حمل السلاح وهيبه السلاح قد لابد أن تكون إلى الآن موجودة، لكن إذا كان يرى مثل هذه المظاهر أعتقد أنها سوف تكون لديه يعني شيء سهل وشيء بسيط أنه يحمل أو يقتني أو يطلق النار. أيضا أريد أن أعرج إلى نقطة، النقطة وهي استخدام السلاح بتواجد الأطفال. أيوة. استخدام هذا قد يؤثر على الطفل وعلى سلوك الطفل، سواء من زرع الخوف أو بقاء الخوف لديه. أيضا كذلك الطفل قد يكون لديه انطوائية بمثل هذه الأمور، لأنه هو يعتبر رهبة، صوت السلاح يعتبر رهبة. الآن لما يسمع صوت فقط المتفرقعات النارية تجد أن هنالك هيبة، فما بالك أنه يشوف السلاح ويرى السلاح، قد هذا يسبب له سلوك قد لا يحمد عقباه عندما يتقدم في العمر أو يزيد في عمره هذا الطفل. أنا بسأل عن المراهق، بس أروح لما يطلق الواحد النار، الحين نقول الحمل السلاح أنه عليه ممكن 18 شهر
ولا 6000 أو بهاتين العقوبتين معا. نعم. لما يطلق النار وش العقوبة؟ الحقيقة يعني خليني أقول لك دائما النص دائما عندما يسن في أي مجتمع معين ينطلق من ثقافة هذا المجتمع، وكما أشار الدكتور فيما يتعلق بقضية التعود أو يعني تقليد الأبناء للآباء وهكذا. وفي هذا يحضرني قول الحق سبحانه وتعالى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وبدأ في تبليغها للناس، رغم أنها فيها صلاح وفلاح لهم في أولاهم وأخراهم، إلا أنهم ماذا ردوا عليه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي هذا النص الذي جاء من ولي الأمر راعى هذه الجزئية وأوجد، أنا من وجهة نظري أرى أنها ليست كافية الحقيقة في ظل ما نراه من مآسي تحدث في بين الفترة والأخرى يعني، لكن عقوبة استخدام السلاح وفقا لنظام الأسلحة والذخائر وما نص عليه في المادة 41 بأنها سجن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال أو بإحداهما في حالة حالات عدة الحقيقة ذكرها النظام، لكن نفرد منها ما يخص موضوعنا اليوم، وهي في حالة إساءة استخدام السلاح أو حمله في غير المواقع المرخص في غير الغرض المرخص له به، أو أنه أساء استعمال أو أنه أهمل في استعمال، عفوا أقصد أنه سمح لغيره باستخدام هذا السلاح، أو أنه أهمل وسمح لغيره باستخدام. شيخ أنا بروح لك الجانب المخيف في هالموضوع، أنه يطلق النار بلا هوادة، يعني ممكن 100 طلقة من السلاح عادي جدا تكون في المناسبة اليوم عشان الزواج. النظام لسه ما ردع الشخص هذا، تتصور كذا يعني النظام باقي ما ارتدع هذا يعني، أو أنه ما شاف عقوبة جت على قريب لنا أو واحد من الجماعة أو ولذلك صحيح. أنا لسه احنا في ساعة لعل من حسن الطالع أن يكون يعني معنا متخصص في علم الاجتماع وأنا أرى حقيقة أنه النشوة والفرح وشاش راسي وبين قوسين يعني الهياط المنتشر مع الأسف الشديد يعني يدفع بالبعض إلى أنه يعني مقارنة 5000 أو 1000 ريال أو حتى أقل أو أكثر، تمام ما هي بشيء جنبك يا اللي متزوج يعني اليوم ما هي شيء مقابل أنه والله أنا يعني يجب أن أظهر بمظهر الرجل الشجاع الشام صاحب المقدام وما كل ما هنالك من هذه الأمور. وبالتالي أرى أنه يجب أن يعاد النظر في هذا النص، لأنه سبحان الله العظيم يعني كلما كانت العقوبة ونعلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبالتالي التشدد في العقوبة أعتقد أنه أدعى للقضاء على هذا يعني لازم نشدد العقوبة أكثر. أرى أنها ليست كافية، وأنا رسالة عبر هذا المنبر أوجهها إلى المسؤولين في الدولة. طيب. وهم حريصون أكيد بأنه ينظروا إلى هذا الأمر وأن يتشددوا في هذا الجانب. أستاذي أنت قلت سابقيت أنت قلت إيش أنه يعني أدعى للشجاعة أحيانا عند البعض. جميل. وش اللي يخليني أعتقد أن الشجاعة في حمل السلاح، مع أنه يوم اخترع ظن المسدس مخترع المسدس قال الآن تساوى، أول ما أطلق طلقة قال الآن تساوى الجبان والشجاع، يعني السلاح يعني نكاية عن الجبن أحيانا فليش صار عندنا الآن أنه إذا جاء الزواج ولا جاء العيد ولا أطلق ليش وصلنا للحالة؟ يعني أنا أتكلم علميا برأيك. أعتقد زي ما ذكرت أنه الوعي اللامسؤول غير موجود، حتى لو العقوبة مثلا غلظت أو زيدت يبقى الوعي اللامسؤول غير موجود. لابد أن يكون هنالك وعي يبدأ من المدرسة أولا أو من البيت يبدأ من البيت أولا، ثم ينتقل إلى المدرسة، ثم إلى وسائل الإعلام، ثم إلى المنابر، خطباء الجمعة لهم دور في ذلك. فهنا لما يعني من العقوبات التي تستخدم إذا كنت بتستخدم السلاح، يعني رجالنا في الحد الجنوبي الله يعينهم ويقويهم آمين. هم أولى وأدعى أنك تروح تشاركهم، يعني تكون من ضمن العقوبات دي أنه يقف مع هؤلاء ويرى هناك الشجاعة تبقى ويوضح له أن هذا مكان هو مكان الشجاعة. أيوه. الناس تبذل نفسها وروحها من أجل تقديم الشهادة من أجل هذا الدين وهذا الوطن، لابد أن نقدم لوطننا، فلا نقدمه بهذا الشكل لا مسؤول ونحول تهانينا إلى تعازي. أحسنت. هذه نقطة مهمة لابد أن يلفت لها جميع أفراد المجتمع، وتبدأ من القبائل
شيوخ القبائل والعشائر لابد أن يوضح لهم هذا المفهوم. وهذه مشكلة تصير في الزواجات اللي أنت قلت لي إنه تكون في الأماكن الريفية في, نعم. في القرى في المناطق نعم. يعني اللي ما تكون يعني زي المدن، مع إنه والله حتى صاير بعض المدن يصير فيه يعني بالبيت بسرعة يطلقون ويروحون الزواج. هذه موجودة. أعتقد لو مثلا يضع من ضمن العقوبات أن من يبلغ على مثل هذه المظاهر أنه يكون له يعني مكافأة مالية. يبلغون على بعض. حتى لو جار مثلا هذه اللي صالة الفرح يتأذى من هذه الأشياء نعم. يروح كيف. يبلغ يأخذ يا أخي جزء حتى لو لم يظهر اسمه. فهذه قد تكون نوع من أنواع العقوبات. أروح لأخوي بختم لما نتكلم على 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 بعض المآسي اللي ممكن تحدث من هذه، أو أنت شيء وقفت عليها واحد زملائك المحامين من إطلاق النار العشوائي، سمعت شيء من هالسواليف؟ حدثت كثير نعم، حدثت كثير، ولكن وش اللي ممكن يصير بعدها؟ طبعا قانونيا نتكلم قانونيا يعني قد تصنف بحسب طبعا لكل واقع ظروفها، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نطلق حكما عاما، ولكن قد تصنف هذه العقوبات إن لم تكن قتلا عمدا فهي قتل شبه عمد. لأنه يعني قتل شبه العمد قد يكون قتل عمد وقد يكون قتل شبه عمد. لا هو شوف ترى هو إذا كان يعني زي اللي نشوف في المقاطع إذا كان صفين قدام بعض وقاموا يطلقون ذولا وقاموا يطلقون ذولا فاللي يطلق ما تدري منه، ولذلك هذه ما هي بعمد ولا شبه عمد. صحيح، لكن دائما يعني الالتزام عند فقهاء الشريعة يعني على خلاف بعض القوانين المقارنة، يعني هناك أخذوا بالنية الظاهرة وهنا علماء الشريعة أخذوا بالنية الباطنة وبالتصرف الظاهر. فلا بد أن نكون أمام مسؤولية أن نجمع بين إلى ماذا انصرفت النية. يعني قد يكون الأمر ليس مقصودا في ذاته ولكن نتيجة رعونة في استخدام السلاح أو شيء من القبيل، فهل انصرفت النية إلى إزهاق هذه النفس؟ هذه مسألة يعني مثل ما قلت يعني كل واقع ظروفها، وبالتالي مين ممكن نمسك عليها. مين ممكن نمسك حنا الآن إذا كان في هنا 100 رجال وهنا 100 رجال واللي يطلقون هنا فرضا 25 وهناك 50 على سبيل المثال؟ يا أخي شيء مخيف يعني دعني أضرب لك مثالا بقول الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا يعني أي أن كل فعلا ممكن أن يؤدي إلى اقتراف هذه المعصية يجب أن تتجنبه قبل الوصول إلى المعصية نفسها. جميل. في نظام الأسلحة استشهاد في نظام الأسلحة والذخائر يعني في المادة 44 من النظام يعني حددت أنه هناك يصدر قرار أو لائحة تنفيذية لهذا النظام تحدد الأوقات والأماكن التي يمكن أن يستخدم فيها هذا السلاح. من ضمن الأماكن أو الأشياء التي الأماكن التي منع فيها والأوقات التي منع فيها استخدام أو حمل السلاح في مواقع التجمعات العامة. أنت تتعامل مع سلاح لا يعقل لا يرى لا يحس، يجيه الأمر قد يكون نتيجة يعني ظرف خارج عن إرادتك، يعني أما لعامل مناخي أما لأي عامل خارج عن إرادتك قد يؤدي باستخدام هذا السلاح إلى إزهاق أرواح ليس لها ذنب، يعني سواء أنها أتت للمشاركة وللفرحة. صحيح. وكما أشار سعادة الدكتور يعني قبل لحظات أن هذه المآسي تتحول إلى أتراح بدلا من أن تكون أفراح. أرجع لك دكتور عبد الله، لما نجي يقول مراهق ومع سلاح رشاش في 36 طلقة وبيطلق يعني التماتيك أحيانا كارثة، هذا بكرة إذا كبر ذا وش بيسوي؟ يبيزيد ما راح يكون رشاش، راح يكون أعظم وأكبر. أنا أثرتني نقطة اللي سألت عنها قبل قليل، قلت من المسؤول إذا كان هنا 20 وهنا 20؟ أيه؟ المسؤول بداية يعني في تنظيم مثلا تراخيص الصلاة الأفراح أو قاعات الأفراح لابد أن يكون في جزئية أو بند يوضع موجود والله موجود إطلاق النار ترى ببلغ عليكم المسؤول الأول وش تمسك وش تخلي المسؤول. شوف زي هالمقاطع اللي الآن معنا المسؤول صاحب يطلق نار والله ما أدرى عنك ولا عنك. هي إشكاليتنا شوف يعني نحن نعلم، أنا أجزم لا يكاد يكون هناك أحد تمام لا يعلم أن استخدام السلاح في مثل هذه المواقع ممنوع بالطبع، ولكن يعني أنا أعود وأقول أنه يعني التراخي في تطبيق العقوبة، لأنه يعني إحنا مجتمع للأسف الشديد يعني أنا أقولها ولا أخشى في ذلك أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، الواسطة هي من يحرك
أحيانا ويوجه تصرفاتنا في غالب الأحيان. أي ولد غلط مسكين جاهل ما يدري. عندما أعلم أنني سأقترف هذا الخطأ أو ذاك وأن هناك من سيسعى للتوسط لي وإخراجي من هذه الأزمة سأتمادى وسأفعل وسأفعل. وخصوصا أنه يعني أحيانا يكون أنه إطلاق نار. أنا أذكر في واحد من الزواجات يعني أظن في ظهران الجنوب وكذا جو الشرطة وخذوا المتزوج وخذوا أبوه. الله العالم أذكرها إذا هي في ظهران الجنوب يعني أنه جيب اللي يطلق النار. وما ذنب؟ جيب اللي يطلق النار، الزواج زواجك. صحيح. جيبه. يعني أنت وجابوهم وانتهى الموضوع. أوكي اصلحوا لكن عندما يعلم. المشكلة. ولكن عندما لا يعلم. قد يندس بين المجموعة من يود إفساد هذا الفرح. قد لا نبحث عن المطلق أو النار إذا انتهى الزواج ولم يحدث فيه كارثة، لكن المشكلة إذا انتظرنا ووقعت الكارثة. نذكر يعني حادثة الموضوع عشان ما تصير الكارثة. احنا نتكلم عن حادثة قبل عامين عين دار في محافظة بقيق. 25 نفس يعني بغير ذنب راحت، أطفال نساء رجال أزهقت مطلق نار، أزهقت ضربت على تمديد كهرباء هوائي وسقطت ومات 25 نفس كما تحدث الناطق في الدفاع المدني، وأصيب 30. هذا آخر إحصائية، ما أذكر هل زادت ولا قلت، لكن أذكر أن هذه الحادثة أحد المآسي التي خلفتها آثار إطلاق النار. لابد أن يكون هنالك عقوبة لا تأخذنا لومة لائم مهما كان الشخص. لابد أن يأخذ حقه. أنا أقول صاحب المناسبة هو المسؤول الأول. ما هذا أقولك خذوه نعم. الرجال حتى لو كان يأخذ خذوه قالوا جيب اللي يطلقون، وهذا تصرف جميل جدا لأنك لا تستطيع أن تحصي من أطلق. ولو مسكت مثلا 4 أو 5 قالوا والبقية، يتم صاحب المناسبة هو من يعاقب لأنه هو من سمح بإطلاق النار. إذا أطلق فرد واحد ممكن يعني السيطرة عليه ومعرفته، لكن لما يطلق 10 أو 20 في مناسبة لا يمكن. طيب. أن تصيد باختصار اسمح لي بس فقط بس باختصار ايش اللي ممكن نقوله في الأخير؟ أنه يا جماعة الخير ترى العقوبة فيها ما فيها تهاون. يعني يا جماعة الخير ترى لو مسكوك وطبقت عليك العقوبة دي ترى مو في صالحك. وش اللي ممكن نقول للناس؟ والله يمكن نقول الناس يعني قبل كل شيء يعني قبل ان يعني تخاف من عقوبه ومن تطبيق الجزاء، انت يجب ان تؤمن انه حماه انت. يعني ان كنا يعني اخي الكريم خليني اتي بها من جانب اخر، يعني كلنا ندعي حب هذا الوطن وكلنا نتغنى، لكن ما ينفع التغني في تويتر، ما ينفع التغني عبر المكالمات الهاتفيه في الاذاعات. التغني بممارسه هذا السلوك واقعا عمليا في كل مكان. صحيح. نخاف هنا على هنا نثبت عندما تخاف على الوطن أنت تخاف أن تقتل أحد أبنائه حتى وإن كان دون قصد، تخاف أن تفسد مناسبة مواطن دون قصد، هو دعاك لتفرح معه لا لتقلب مناسبته وحزنه إلى تروح. أعقب على نقطة ذكرها ساعة الدكتور في حول قضية معاقبة صاحب مناسبة. طبعا هذا قانونا لا يجوز. وش اللي يجوز؟ هناك المادة 38 في النظام الأساسي الحكم التي نصت على أنه لا عقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي. وبالتالي هذه المادة أسست لما يعرف بالشرعية الجنائية، بمعنى أن العقوبة شخصية، الجاني هو من يعاقب. ما هو ذنب صاحب هم يقصدون أنه هو يعرف الناس. أنا صحيح قد للاستدلال أي نعم، ولكن أن يعاقب هو أنا ضد هذا الرأي. لكن أنا أعود وأقول يعني ختاما لهذا اللقاء المبارك معكم مع الأخوة المشاهدين، أنه يجب على ولي الأمر أن يتصدى لمثل هذه الأحداث الخارجة عن السلوك المنضبط بعقوبة مشددة. إن طبقت مرة أجزم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياتنا. لماذا تقتل نفس؟ عشان يحيى المجتمع. ليحيى المجتمع. أنا شاكر لك أخوي بختال غباش المحامي، أيضا الدكتور عبد الله الهريش. شكرا جزيلا لكم، شرفتوني. شكرا يا أهلا وسهلا. الله يحفظكم. الله يحفظكم.